وائل نموذج من آلاف الشباب الجزائريين الذين آمنوا بأفكارهم لولوج عالم المقاولتية، واستفادوا من سياسة دعم تشغيل الشباب لتحقيق النجاح ونقل فكرتهم من التجريد إلى مشروع منتج. وائل بالله، 27 سنة، عندي 3 سنوات من اللي كريت شركة في تربية النحل اسمها بيلاميال عن طريق أونساج. إذا هذه الشركة بدأت بفكرة وكنت حاب نخدم في المجال الفلاحي. الحمد لله الشركة تاعنا راهي عندها نجاح، ونبيع المنتوج تاعنا في الجزائر في عدة ولايات، كانت عندنا حتى عدة فرص باش نكسبورتيو المنتوج تاعنا. الحمد لله، يعني نشجع الشباب الجزائري أنه ياخذ هذه الفرص هذوما اللي راهم يمدوهم دار مقاولاتية والأونساج باش يجسدوا الأفكار تاعهم. كجسر تواصل بين المقاولين ذوي المشاريع الناجحة والشباب حملة الأفكار الجديدة، خصص فضاء دار المقاولتية بجامعة الجزائر 3 بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لقاء لتبادل الخبرات ومنح فرصة للشباب للاطلاع على عينة من التجارب المشجعة. الهدف من هذه المائدة المستديرة هو محاولة ربط عالم المؤسسة بعالم الجامعة من خلال استضافة مقاولين شباب جامعيين يزاولون مهنتهم كمقاولين حاليا لسرد طريقة عملهم ولسرد تجربتهم وما هي الامتيازات التي تحصلوا عليها وما هي العوائق التي واجهتهم خلال مسارهم المقاولاتي. دعم الأفكار المبتكرة وتشجيع الشباب المبدع واحد من العوامل الفاعلة التي تعتمد عليها السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد للنهوض بالاقتصاد الوطني.